نص السلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، باب فضل الجوع وخشونة العيش ودقة الصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. نحن مرنا باكا كنتيني لحد إن له باب فضل الجوع قادرة فضلك إلى ذهب وخشونة العيش ينلش هذه الجيدة أم وحل عنو قفك يعيش به وكجره هذيك قلف سنان ونلش مركي كجر وانتئه يعيش كاس وخشن، لأنه الخشونة ضد النعومة. نعم الله حياها إسك فواكه ذا إيو دتكو أي كدكتان هوها دزرتي أي كدكتاني وحاسوي مركو خشونة العيش عيشك العنيو ومن سو أريق بضانو أنجن له أما قلف سنان له والاقتصار على القليل إن لو قاصده إن ير من المأكول يوحي العنيئة والمشروب يوحي العبيئة وهي مركا عبيتان والملبوس يوحي لحراني وغيرها يوحي لها المال من حظوظ النفس نصد حيابها أيو مركا حظ كيذا كجراء وترك الشهوات إن لغتغو حيابها شهوات كإن لغتغو أيو بابية. قال الله تعالى إله يوحيري فخلف من بعدهم خلف فخلف وهكذا مري من بعدهم كوا كدنبو خلف كوا يوحنحنو أضاعوا الصلاة كوا كدنبو يوحنحن أضاعوا الصلاة صلاتنا ضيعي واتبعوا شهواتنا راعي شهواتك فسوف يلقون غيا ودينارد بجليا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا إلا لكن استثناء ذات قيسد إدي توبك أنت إيمان لتي ماذا وعمل أنا سلي ماذا فأولئك دول كسيدا سيدخلون الجنة ولا يضمون شيئا الجنة ذي قرية أنه أنا دول منه طبعا سان شيئنا آياتها اللي أبضوا دوان إسكد دجيننا معناها قود دانو بحيننا مرها دان دور جير تفسير كي كسوا برني جل وعلا وحيره فخرج على قومه في زينته وصبحي وكسوا بحي قوم كيسي إساقوا زينة ديسة قرحتي سحرا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ولي مركي الدنيا دون كأهذا وحي تمنيين وإيرادين ورهدي وحي قارون وحيسان هيسان لهين ساسا وعنان لهين شلائتي إنه لذو حظ عظيم وأنين آدي أدون نصيبين. وقال الذين أوتوا العلم قال له إلهي أقانت أود قي وشيئا وحيرا وقل لكم ثواب الله خير لمن آمن وقد هلك سنتين وهلك سمع إلهي ثواب كيس آيا خير بضن لمن آمن وعمل صالح مربع هذا مؤمن تاعي عمل وانا سمع الله تمت انت إلهي ألي أكو قرتي أكو قندي أما ثوابك إلهي أكو دياري أداد الدنيا كسبت باك خير بضن إلى هذا الحيرة ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم جدا بالني ودين دون نعمة تفسير كذا ومن ضلنا إلى هذا الحيرة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نريد قفكي وما نشاده قفكي الدنيا خلاص دقدقي ساي وطورنا لمن نريد وحن ضلنا مصيرنا ثم جعلنا له جهنم أصلاها مذموما مدحورا كدمنا وحن أديارنا إنا ويلنا جهنم إسوء قليا من له إذا ارتقي أو لفقي الشرعة. والآيات في الباب كثيرة معلومة آيات كباب مصورة أدب بذي وين القرآن هذا نبحنا مرك الحديث الأول هو الحديث الأول من الباب هو الحديث 491 وحديث أفر بقول سلاش نيكو وعن عائشة رضي الله عنها قال دحيت لما شبع مدرج آل محمد نبي محمد أهل كيسة صلى الله عليه وسلم من خبز شعير كمس أمروتي أموفوحون لدوه وصرين كسميسا يومين لهم الموضو
متتابعين حرير مدين حتى قبض الله كدنت متفق عليه لا مال اسكو حكته جرام سدا سو كلا خبز الشعيره او واحد مفضل كاه اما قوت الغالب كاه لا مال اسكو حكي مهل من اللي صلى الله عليه وسلم اهل كيس. وفي روايه ما شبع ال محمد نبي محمد اهل كيس كما درجين منذ قدم المدينه لغصب بالله وقتي مدينه يمد من طعام البر راشن بر كسميسون الدقيق كسميسن 3 ليال انتباعا سد حبيبنا حريرة حتى قبض لو كانت دواء نبي سيد المرسلين جيل كي او خير كبنان ونلو لنو اللي صلى الله عليه وسلم يقول هو لنو ولا يا واحد اللي سد حما الموت انا سد حبيبنا اسكو حكته ما ينعنين طعام أما راشين كسر ميسر بر كسر ميسر. الحديث الثاني وعن عروة بن وعن عروة عن عائشة هبرتي بكولينية رضي الله عنها الله كرد أن حديث وإسرع سنت هاي وعني من دون مركة أنها قالت إني تري أو أنها كانت تقول إني له جست والله ما قدرت يا ابن أختي ويل كان هبرته وهو إن كان أو إن كنا أي إنه شأن يكون وحن أهين لننظر إلى الهلال ثم الهلال بالببل أي نوسي دي بجرتي ما شاتك دي لو صومالي بالببل بملا إيغان جندي وأن لب إيغان جندي 3 أهلة صدح بلاد وحريدة وفي شهرين أهد صدح أهلة يصدح إلا بشهرين سيكون نقطة هلال كو مرك بشعورنا يسأل بلا نيسان ده يعني مثلا هذا بيش مركي هذا كوت هاي كوت مركي تهاي هذا بلاتو تن أبوضم تن تن كلام قارم بلا نيسا آخر كده سامة هل كان حاجة لي لا تن كلام أساسا يا مقنع أي تري إن كنا إنه شأن يكون وحمنا هين لننظر إلى الهلال ثم الهلال كوي بل بلا يوديبته أم بل بلا بيكته أم بل بمركات ضيموضة 3 أهلة في شهرين 3 أهلة في شهرين وسدح بلا شق ورب لحد ودهات والحال ما أوقد آن لهورين في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم قوليها النبي أنا نار واحد دب أنا الشيء يعني وبيت النبي أيوه حليه لرب لوضع حريرة بقى لك كريم قلت سبحان ربي العروة يا خالة أبرير فما كان يعشيكم أو يعشيكم أما فما كان يعيشكم عنده عفوا فما كان يعيشكم أم حائذ حكونوا لان جرتين حنفت إذن كهي وإذن نولين حنعوني جرتين فما كان يعيشكم قال دحيت الأسودان لبدي مدمدوبي كبدل التمر تمرتي والماء به تمري بيو هدي الله يسكوها لنا بيت فيه تمر أهله ليس بجياع صامني يقول هدي تمر أي تال داتكو إلى الرقين إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن سوحا جري يقول له بهذا الكي وحاس جري وقد كان لرسول الله وحاو هذا جيران ديرا درسو من الأنصار أنصار وكان لهم وحاوها مركة منائح منيح من حوالي لهان جرين وكانوا يرسلون راح يدرجن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الباني عانه فيسقين ونقورا بنجل المنائح جمع منيحه منيحنا ومركي ري ادي ان لهين ما هل ان لهين انت لو كان صار لسو عانه عب تابع مكه الهنجل تابع جرت قلا جرت والنبي له جرت رسول الله عانها هلك كعب كان وين سو مرجت لكن انت دبل دليو اول شيء ده دكسي لا ساره راشين اسكو توسن لا كرسدو كديبنا لا رغتو او لا عنو لا دليقه تمام مدع ما صمر شهرين بتل متفق عليه حديث الزهاد عن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه اما عن ابي سعيد المقبري رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه انه مر وحصان مري بقوم هل كأسك صح ضب صامره بين أيديهم أي هرتال هرتوض أهاتي
شات ري أو مصلية لصلي أما لفورني فدعوه ويوير كالي فأبى أن يأكل إنه عنو الدين. وقال مركز يحكي جوابه ويري خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا نبي يقول الدنيا كبحي أو كتجي والحال يضو لم يشبع أنو كبرجن من خبز الشعير وراشين كهذا أنو شيء سوون كبرجن بكتجي هذا أنا إلى ذاك الفرنع وهو البخاري مصلية بفتح الميم أي مشوية أو مركا الفورني أو هبكا لوس بيو هذا أبو هريرة رضي الله عنه قام من ضانه إن جاء جدر تيد ولا سعوه ولا سويح الجل حالا كان يسوي مرجرتي يسوي هذا أنا كم يده من أصحاب الصف حالا ده يسوي قصة عن أيوة حلية أمريكي رايشين ساسا كيسوي تواصل لغير يقول يجري ماي النبي صلى الله عليه وسلم بقى منين بقى ولكن طبعا وحرد سوق قصة عن رجي قري سيدي تميري كتاب أبو هريرة لغير ريه وأنا من كان ده قرآنيين تاء رأى إني وضعوا هلان حديث النبي وراء حديث النبي لما دعى كرهدان روادي ورسوله ووينين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوارك القبيل العابن مركا شيخ المطير وليه جل ما الرهاشين لقى الشيخ أم بوجوجا هذا الله قرأ كم تاه إن كان طبعا حالة ما مركو نف بحي إن إسوع أرجع حسن أو له أبو هريرة يقبط إسوع له إنه نف بحي وإلى هنا وقدري وتاريخ معروف وكتب قرآن العلماء يسوريين المهم تنين كان حديث يوم البخاري راشين اسكو توصن يسوي أصحاب الصفة انت لو يرى لي كالحون مركو سيليا مي رسول كوا الدين ذو حكتكي يسوي حانونا اسكو هلين سيدنا العلماء يا مك حديث أفراد عن أنس رضي الله عنه لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم نبيك معون على خوان حيرحك معون حتى مات لو كدت وما أكل خبزا نبي ولي معون كميس موفا مروت وحده إليه كاس مرققا للجلعية حتى مات يعني معنى هذه خبز يقوله له إن بيل ود الجيم مويانا مرق جلع سن نبي ملي معون صلى الله عليه وسلم يعني حتى مات وفي رواية ولا رأى شاة صميطا ولي ما أعرف يلا ما أعرف يلا صلاة أما الفورني بعينه قط ولي وكم أعرف ما حشيء كده إنه عنس كده حتى ما أعرف صلوات ربي وسلامه حديث أنه حديث مركة الإمام البخاري مركة أوليني لغة العربية حاجة الخوان إيمائدة حيارو بمركة مركة راشين سارين لغة العربية مائدة لها مركة أنه وح راشين أنا سارين الخوان بالله لغة الصومالي وحيارو لكن أنا مركة وح سارين ده مركة كلي الصومالي نومالها قفكي هيان ونوفا إذين كرا جزا الله خيرا لكن مركي حيرض ورشين سعرين مائدة لها ولا القرآن كم حايد أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورزقنا وأنت خير رزق من واحد حيرض مرمى لسود الجني حدو صارنا المن والسلوى وحي أدنى دول صارنا صار مركة مائدة مركة اللهم يعرض هذه اللي يقولها مثل دعيت إلى مائدة عشاء هذه اللي يقولها وضع عربي حلقة وضع وحباط دول صار لكن خوانكو ومرين وحيرد وكلجي مركز النبي صلى الله عليه وسلم حيره حكومة دول عني مركز يقول ليه محل القضاء يعني معنى أصلا بدأ راشين انتو بطيء ومال والي الورد وما كميس يرى مال تالي روت يرى الصوف وقصانا يكدي من القريدة وما راشين كيسو أها ما هي راشين انت لها بي راشين مركو مرقبط وحوبة هاي والي إن مركا بليد ديكسي ون لقلي ما بالهم waxba ma hayse ugu marka saarta yani qof biyo cabalahay iyo koob u baahan am biyo haday inay saacadka un baad kaga bogeynaysa sooma marka xigmadaas ay ku jirtay kelmadan marka la tilmaamay hadith sanad wa anna min bashir radiyallahu anhu qala wahi laqad ra'aytu nabiyakum nabiyin baan arkay wal hal ma yajidu anu helikirin am anu helaynin min ad-daqli aw min ad-daqali qafki min kordiga saxsan من الدقل حال أي تمرت تاذا حنكاهاتي ما أنو هذي كري ما غاسو يملو وكبوحنا به ما غبضنا على وشيس وحكا الإسكال داية تمرت دقل يولغة عربي الدقل وتمرت مركة أي مدن وعرقتين حتى مركة
يعني ميلها تيمرتا لوغه يوكا مركا براكتيكال يعني مركا حرم كايو دادكو عمرها هذه وارد وحل وصوب من ديها تيمر اسكو هال جنسية او اسكو هال نوع لكن تيمر حلو لي واتن و بقول ريال تن و سديتن تن و افرتن و تن تمر ريال لانه وصل ميدي وصل نوع وصل تايب كيو اسكو جادو لكن محب كل دوين رداء هذا يجود هذا منه ومد فريش او ان راجينو هذا بهاشي بيرتي تيمرتا لغا سو غوي او ولي حتى ما تلاقيد جلين او انقبو اهن باشي لو جيدو دعان كيري قيان كيري ودته وهي متيستا ماركا ان كواليتي ما دام وسري ان قيمه بدل لا سيستو هلك ميد يو راكتي او انت تلاقيد مال انت حتى لغا دال جوني كيش ليس غشوب كدي مال اسكتا بر بص يا هواس او ككعاي تتاوى دريم كده مركي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمرت نوع عاصب بهذه الجودة هذي إن كان هناك جودة أو حد مهل جدا صلى الله عليه وسلم عليه وعن سهل حديث لحات أفر بقول يسجاشن يلح وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ما أركن النقي ما أركن النبي صلى الله عليه وسلم و وروتيجا مركلا صم لصمايو النوع يس عب حوارق الغم عمام نبي بصار ما هو فصيل الدوناء بمعنى آدي الله بنبي كمعين من حين ابتعثه الله لقبل الله وقت إلهي أوصى صار حتى قبضه الله إلا أو إلهي كقبض وكذلك تعالى سري فقيل له مركز راح ليه هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل مصافايا ما لها جرتين وقت النبي صلى الله عليه وسلم مناخلكو اللغة العربية وحلا جوضة وحكس كلاشان ديا بر أمه وضون هالنقطة أو كلا صار وحي عذيجا حاجة وصار نجحا حاجة وصار وحن وصار أنا مركب اللغة العربية مركب اللي جو حدا نمنك إيدهان جزائريين تمروكان كوحي إيدهان صفايا هلك لبنانيين تي سوريين تي عراقيين تي الأردنيين وكلا إيدهان مصفا بيدهان مركا اللغة العربية أنا طبعا هنقول باش باش مصفت ليه مصفت حوالي هذه أسمع مصفت يذا كلا صارس أنا كتير مدة سنهاجم لكن مركا ما نخلى ده هو مشين ونقول كرتا كلا صارة وحنا نقول كرتا مصفت سوح كلا هاتي سأل لو تلقى روح لو كلا صارة بالهاجم تين بالوجي مركا سي مركا سو قال وحير ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من منخلا حتى حين ابتعثه الله إلى برسوك الله ماذا أركنبا منخل كذا شيء حتى قبضه الله إلا وإلهي كقبضه فقيل له مركب حال يقول مركب هدي وحي وحلوها تيني الوكا لزفين نصفت إيدا بهين كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول هذا بس زياد عني جرتين سرين إساق أن الهاتين أما أن لما صفين لك لشان لين لك لسارد قال يقول كنا وحام أهن نطحنه كو الشيدة وننفخه مركزا أفوف جرني فيطير ما طار وحي الدولين والدوليان انت بون شدعنا وهذه سا وما بقي صامة انت صهرتي قلنا صهر صامة ثرينا ونقوي الجنة يعني ونقويان بان نكشو بالجنة ومركزا نكدر الجنة وحمركا انو قوية ساسا مكال ساري الجنة مركوا الهاتين يا مركوا الهاتين كدي بوحا وعلا يا أفوف يا انت بون شدعنا وحوا أنا ترين انت صهرت اسنسي لو بهاي هاي إنه بيوكش بيننا ونقوي جنة كدمنا ساسا نكون جنة رواه البخاري حديث البخاري بقوله قوله النقي وبفتح النون نون قال قرده أن عن قرده ماد وكسر القاف وتشديد الياء النقي النقي ولا وهو الخبز الحواري وهو الدرمك والله ده يعني مرك مجعنا المقلي سوى كل هذا مرك الجوع وضمان عرب سلمير هذا على تستميز أفغاني باكستاني بخاري سمعيرا ملا وانت امكلي قوله ثريناه بتاء مثلثة او بثاء عندها بثاء مثلثة سأل سدح دبعي ثم راء مشددة اي حكته راء للشذي ثم ياء مثنى اي حكته ياء دبعي من تحت حصل دبعي ثم نون اي بللناه وعجلناه ونقي جن كدن رفاق جن عجيم جن
ساسا مسمين جن بله طبعا وان هرنا أصول شيء ضبط جن الإمام النووي لي بتاء المثلثة وأجهر دم جن شقل كان مجل على لهن كاتب هذا حد حرف مركو كرد جن مركو وس جن مركو ريبين مركو جلهم ودار كيس لكن مجل حرف جسيس بالو قريجر مركا لما كلا فهمي كرؤون ثرنا ثرينا ثرنا وحتى لما فهمي كرؤون وإن شاء الله شقل مرك مرك مجل شقل كهف كاسو مرك فكر ولي حتى هدي دعو إن شقل كان وشقين وما آلد أو تايمينغ كعوين كرتا كيبورد كهذا ذا هين وحرف كهذا سأقول لك تيلا تقول حكمة نوع كلاسيك رايتينغ وحيدهانو ويهر اللو قريجر يصير اللو قريجر أورنتي wax aad iyo aad u qurux badan oo laguna ilaalin karo runtii naska iyo dabdigiisa hadith dabad 497 waxaana bi hore radiyallahu anhu madama raqa'iq ay tahay wacdi tahay oo ahkaam iyo waxba ayna noo muuqan waa iska dadajinina wixii aan ka gaari karno insha Allah waxaana bi hore radiyallahu anhu qaalay fa kharaja rasuulullah sallallahu alayhi wasallam daata yawmin maalin maamaha ka weeyay nabiga soo baxay aw layla ama habeen nabiga dad kamid marka abu hurayra شكي مالين بايهي مسهبين بايهي فإذا هو وهذا إشتغو بأبي بكر كويمد إيو عمر كويمد رضي الله عنه مركا فأذاس لغة العربية فجائية لغة مكعبة يعني هل كان الباقي مركا كبحيسي موجد عدة سلانة كسو الصعوطة مركا قف حلقية مدوة وضا كمغناء إن مركا وآذن كفلين بإنو هدى أصلي إيريا ذي مسجد وآن كدو وينو وضا كيمالكا لاتكو أجيد مركا سم أدعو على الباب كان كبع فإذا بمحمد يقابلني من على السلم وهذا محمده هل كتاعن كفاء داس ومركي سبرايز كل أديك سنة يروح لما فلان كتير ما مركو حيل نبي قا صوب حي مرك كتلا قل ماهن بلى مرك مجيل هبين هبين كمان نبي قم بصوب حي أما مالين بقى هاي وعكس صهر بحي وبكر وعمر مرك ما يلقو بلى مرك مجيل فقال مركو حيل نبي ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة أم حد يكسر صار يقولين وقتين ساعتان، مرك هذه الساعة لفتر كذا، أي واحد لا يفهم بيا إني هين هاي وصور تقل، أما إني وقت وير ورا هاي ذا ضد بهرجل ما إيو إني يقولي هذا كل عطان هذا وقت الظهر نوعا ما كرتا، وأنا صابت الشك رأي وكوكيني كرتا، قال وحيد هنا هذا هو ورجع ده ومضى هو وين الجوع يا رسول الله الجوع أي أخرجنا الجوع من بيوتنا. قولي واحد نقص وصارت جهجو جهجو النص وصارت قال النبي يقول أنا النص وصارت النبي يقول الله صبحي جهجو أبو بكر وعمر وحلا صبحي جهجو النبي قال وما بعنا فلقي سين لقى شكاي مقام كيسة صلى الله عليه وسلم أبو بكر اللي هي لوزن إيمان هذه الأمة بإيمان أو لوزن إيمان أبو بكر بإيمان هذه الأمة هذه اللي تكون ميزاملها إيمان أبو بكر إلهي وسي كان أمضى وحا أرجح سنان لكن أبو بكر اللي يري بعد الله صبح عمر الفاروق بصبح طيب النبي قال مركو والذي نفسي بيده وحان كل عبت معبودك نفس الدير إجعنتي سكجبتا كل عبته لأخرجني وحا إصوص صار هدانا هاي نبي محمد الذي أخرجكم وحا لبذين قولي إذنك صوص صار قوما إنك حايا صو استاذ سوكع فقام معه ولك حاجة عين مرك يونو استاجن فأتى رجل من الأنصار وحي سعلان بق نبيه أوه لبدي سس حابين قربها هيك على سعلان بروح يكوي مادين من الأنصار تكمله فإذا هو ليس ببيته نيكي جرجا مجوه فهذه هدارك سوي شقينس المرة مرة كنت لقى القلب إسلاهين هي الباب ماشي الجوه وحكى له قصة بحسون فأذا لذيك سنة فإذا هو ليس في بيت نيكي جرجا مجوه فلما رأته المرأة هوين يديسي مركي يا ركتي قال تحيتي مركي رأته مركي كان نبي أمه صلى الله عليه وسلم رأتهما رأته نبي أمه نبي مركي أركتي قال تحيتي مرحبا وأهلا لغة العربية كلمة روحي كاتم أي صادفت مكان رحب وأهلا يعني قالوا لغة كلمة أسأل كيدو حواي وحاتها لا شيء من الواسعة قلبي فرن ما شاءت كده هلاي يا اهل سودوي مرحبا اهلا سودو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين فلان او هبل هبل او قالت مركز وحي تري ذهب وتغو يستعذب لنا الماء اسغو بي انه سو اروري مركز
يستقي لما أديكسن استعداد هو الماء العذب بيمعان حلقة بيها كلام يقول لك هذي كره لكن بيمعان أو سافية نوسو جلابية ساسو قبحة يتلي إذ جاء الأنصاري إذ تنمرك وامحة أنت والهذا كاسو الصعودة نبي قلنا والدين يهوين يدو إليها آوي هبل إذن إلا إذا هدو بحي دان بو نور هذه إلا إذا إذ وابا جاء الأنصاري يعني إنك أنصاري وابيمت مركاسو يبقى فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه مركاسو ساعة وقلبت وهو آغاي وقاوسي النبي صلى الله عليه وسلم مصاوي أن نوفي ريان لها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بديسة صحابي ثم قال مركز سحيل الحمد لله إله ماسكلا ما أحد اليوم ما أنت مجر عد أكرم أضيافا مني أنا إيغا مرتي شرف بلا مرتي شرف لها دي جرتو ما أنت أنا إسود الدكتو عد إيغا شرف يعني ما أنت إيغا مرتي شرف له مرها يعني شرفتا أي دات كان لي ماذا إلا ميدا مركا إيمان لهد ما تمجر فانطلق مركز ودقاق وانا سيد اللي قال مركز مرتكو اتماد مع عبيسان لا تيمع عبيسان كل مكان ده قف كاس بخيل نمو صوضا إلا أنه قف كهرك أرضه مركي النبي الله إبراهيم لي محايد قال أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما قوم منكرون معسمي فراغ مركي وهرك دقاق حلمه يديم مركو حلقة الرابعة أرتا وحقوه الرأي وحينا دهن عربتا الجود في الموجود ديق سينيوض وواحد هلي كرتت واحد هلي كرتنا الدين سوق على تلما مركو حتى بيا الله صوار بيقى صوار بيقى قفك بيا مركا بيقى انت كدي مركا حداد دونت الدور قلي هدي وقهوة عبي كرأي يهدو شاه اسكد دي يهدو عنت اسكد دي مركا لكن مرة مركا وهو رأي صارت بيا صوار بيقى مرطبات تتكو يكون باللوضان إيو قطاع إفتي إيو تبيرتي حرا بعشرة ندت كان وجي رج لقال السهر تيجي ولا ولا سكيل عليها وهم سهر ديك ما كان كده دور جلي واحد هذا محنكو كان مركي ولا قاطع فجاءهم حولي من مكة بعذق لان وفيه بصر يكون جت تمر تمر تمركة بصر ومركة أنت يعني تنتو بسلان وتمر ورطب أنت أسكوا ذا الجلو مركا كان يعني لانتاس ولي تمرتو مبس لان ولي مب منقن تمر يرد منه وكان مركا تمرتو مركا تمرو مركا قال لانتاها رد مركو قليل هو فقال مركا كلوا عنا فأخذ المدي وأخذ المدي مركا سمديدي نسوقات وسكينتي ومدي طبعا هي مركا سوقات مركا مدية هي سكين أسكمل سكين لغة العربية مركّة اللي هو مديدة سكين تأنا جبنت عن سكين وأنا عن موسى الله لغة العربية مركّة تن عادي إنك عن سكين تأنا عن موسى الله ما يعرف لكن سكين إنك عربي هدول كلها فأتي بسكين هدول كلها أوكي نسي مديدة أوكي نسي وما كي نسي ها سكين تأنا عن مقام ما موسى ما كي نسي المهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جمرك وحقيه إلا إن كان مركو تان صهر بيجي حكى ضم بيه أرق وتان هذا أن تلمام إني قرت أنتوا هلي كان مركو كانه ومديد قادم مديد محل جفها مرك المحون ما أقول له جدنا صام وحقل الدانة نبي جمرك وحيره إياك والحلوب هذا إسك إلى لمدة يدعانا هذا مدة هذا تايس كده هذا بحاله مركب شو استو وجوراي فأكلوا من الشاتي ريدي بيحكمون ومن ذلك العذق لانتا تمستان وحكمون وشرب ويعبد فلما انشبعوا مركي برجين ورووا اي عكان هذين شرابكين وكدقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر النبي قال مركي انتو كسو جيس ابو بكر وعمر والنبي يقول لابي بكر وعمر بيقول رضي الله عنهما والذي نفسي بيده كل عرض الله كانت شيء نفسدي ده كل جرتان كل دارته لا تسألن والذي ويدين دون والذي ويدين دون عن هذا النعيم نعم هذا يوم القيامة معنى يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع
قريهن وحا إن كسو صار قاجع إن كسو صارت ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم إذن إذن كو إذن الرجال عيلين قري ولدي وقول لابن فإله سبحانه وتعالى نعمة الإنسي رواه مسلم تنين إسكسو دقاقي وحون هل لو مضون أفكا كل ذلك وحا عبتين أون هل وإسكسو عضاء إلهي وكو أدي ونصيب هل كا إلهي سوء أدي تيبا الولا حساب تمالي كان بهاشي سو ريجولار اي تاي او مانت البيست ديلي بيست انيوال بيست سند بال معلم كو حساب تما كونتو يو كو بدن يي حاجة تجارة كو جست حاجة متكلة كو جست تن هدي رب سو ده متكلة بلالة يس مد هدي شقين ولا متكلة شقين يس جودت كيسو تجارة ده يس أهمية ده أولي بدن تاع عيال كمشار وصلنا كان مشار وصلنا بركيس أنو حسابي كان كريس وسقدر مايو أنو كلوجين مرضى إلا لو مر مر كان لازم يدل مك قرط صاجة دكتور وحن أذن كلا وكون سعر قارك الله وركن معنا اللي هنجري سلام تينا كده هيد بالله يا عم يدك ترجع الباب كان ياك يعني إذا نسكال نعم لا أستر هذا بدن نمو أي كريس جريس أو يصير زيادة سؤال هذا مو بدنيا وأنا صوبته دتك فوق رضا يوم القيامة أي نصوم رح حديث وهرج جنة دول جلين حاله يسأل بمسوقيس نين لو قيده حرته أما فرن يرى يو مر كهاس كحرته ونهيستي مركي لكفنينا نحول لحلالة قرية مركو جوان وقلو عبد مويان يعني عنيتان كليب وكوه اللي جري سؤال شو سوقي سمعت مركب مركز عن شقادة سير هذه إنه أوفر تايم كلا نسي هذا إنه حوالا والله ما لهم بحلقة شيء حلو درس دخل كلا على شيء جاي ماي جاك كلا صوب حدا اللي الله كلا عن كطور ما بقى كشيء زيادة هذا سؤالهم بس كشيء دايرة نسوا سؤالها صدق إنه سوقي إلى سبحانه وتعالى هفضل قولها أي قول المرأة قال يا ولد هؤلاء إذا هذا كأيتلي السعدي بيضرب لنا الماء العذب بيها بيمعن بنور هذه ونوض البيا وهو الطيب والعذق بكسر العين عينك والهصن عين وإسكان الذال المعجمة ذلك هل كدي هل دبعها لها وهل كدي بيع لها أولرب عذق عذق وهي الكباسة وهو الغصن كباسة ولا هجك الأيده وهي الغصن واللانتاس المدية بلغض الله المدية هي المدية المدية بكسر الميم بضم الميم المؤم المدية وكسرها المدية لغض الله وهي السكين والحلوب ذات اللبن مدعى نهله والسؤال عن هذا النعيم حلقة وضع أي سؤال تعديد النعم والسؤال لحرت إن نعمت لتريو إلهي نعموين كيسي لا سؤال توبيخ مد يضح إذا ارتين ماءها هو تعذيب العذاب ما عذاب ما لكن هل ولا يانا كان كوسين ألم 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 تسك السديس إلهي مركو القرآن كله وكله أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها وحال الله يحمي معنا الذي قلت الأدوية بارتك صلى الله عليه وسلم وانك صلى الله عليه وسلم اللي هو وهذا الأنصاري مركنين كان كريم كا صحابي كا أنصاري كا أنصاري بقى كفلا صحابي بقى كفلا نبي يقول له كل ما كفلا نين كان سام نبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر قاعد ويقبئي وما أرتي ما لين تحسى أقول له وي وإلا يكدر جان يوها هذا الأنصاري الذي أتوه أي مادين هو أبو الهيثم بن تيهان أبو الهيثم ابن تيهان عنده تأذى ويكرر إلانته يأذن وحسنه ابن تيهان رضي الله عنه هكذا جاء مبينا في رواية الترمذي وغيره سيداس أيا لوغو عدي رواية كالو المام الترمذي وغيره وغيره وحاكو قرئن وها أبو الهيثم ابن التيهان نكاسوها ننها وليين هرمو مقشر يعني ملاهين مقامات يعني تاريخ خلق ونصوم مرتي انت صحابة يكون جنة هذه جستنا ويرتها لكن موقف كان موقف ملون وقال عند الله جل وعلا عن سهلنين وعن خالد ابن عمر العدي العدوي وحل قوري إنه يري قال خطبنا عتبة بن غزوان أي إنه خد بذي خالد بن ليه وحا إنه خد بذي عتبة ابن غزوان وكان أميرا على البصرة وكان عتبة أميرا على البصرة عتبة وحوها
نل إسوق بارسا كأه حقا إيو بصرة أيو أمير كأه فحمد الله أي فحمد عتبة الله في خطبته عتبة إلى هيب وها النقي مركو خطبة ديني وأثنى عليه ون أمان وأنا سيدة لوبا هاي هاي مركو خطبة أنت هذا معركتي أما مجعين وكحل لي أظن لهين إيه إن أظن كب الله بن أرتع الحمد لله كب الله وإلهي أمها النق ورسولك وصلي وآذابت خطبه إلى ذا مركي أمها النق إلهي وأمانة ثم قال أما بعد أنت كذبوا فإن الدنيا الدنيا قد آذنت وحي يضي إعلام السي بصر من إني قئيسه ويضمانيسه فإن الدنيا الدنيا قد آذنت وحي إعلام السي إنه ورقلسي بصر من إني قباب ستاحي أو قئيب أي كتي من أي تقيس وولت وعي نبر جيدي ليدي سي حذاء إذا دقدقيس هاتي أرديسة يعني وحي هاد نوقفكو وآرات الدنيا والبمركو عمري يسدب وآغو مالينكي وقلنا الشيء كل مركا لغا ريبا سنواتكو صحيح حسوشان كريم لكن مركو هانا قاعدك ونقضي أما وقان قارك النقضي أما تلابوين جيسي مرين نديسي يميال كنديعيسي وإنت حساب صناعي مركو قفك حسابه فس ليه كأن لم إنو سحراحين بابنودا حدث عظيم صومعي مركي كوران هدعي وضد كده أنا حسوستان وارل هدي لي قراشان سنة كسوري كتب وحلا بليف غرين كرما لو ذا كن year 2000 year Y2K بعد عجوت إن اللي يجري لو ذا كن هدي لي قار أرد ربع قرن ما كسوري قفقة ويوهان شو هاي سنة ضد هذا أصبنا إنه ما حسوسن كرتي أظن بعض أركي وارك باشو كلك عري on passport ما كانت في رسيد بان نمبر وين هو صباحي لكن تقول هذا مسويت مركب حليها الدنيا دي ولت وعي نفر جيدسي حذاء حالة تهديد الدنيس ولم يبقى منها كما نهر سنة الدنيا دي قد بضن أرك سيوفر لذو إلا صبابة إن يرمويانا يعني ريرابير بك صار صبابة ريرابير كصبابة الإناء يتصابها صاحبها سيدا ريرابك كصوها ري ويالك أوقفك وسكو جيجين مركي شاركو كارنا ماذا انت يرى ساس مانتن الرحي ساي سكرتي سوء الدنيا ساي ما أردت هذا مشاريع بيسين يهون ساس ما تقول الحيسا أنت أم بكهر سبجرتكم وإنكم إنو كان ذاتك أن أخذ بضاني منتقلون منها واتكجوريسا واتكرر نضم إلى دار دار حقي بعد أجوريسا دوار تاسو لا زوال لها إلا أنا زولين مد لما تأه نوين سويسا إضرو فانتقلوا لجورة بخير ما شيء كان هو خير بضانه شيء قصب بحضرتكم عاد حيستان وحا وانا سئله الله ارتقى فإنه شأني قد ذكر لنا وحا لأنه الشيء أن الحجر لقح ويلقى لقى صوتور من شفير جهنم جهنم قد كذا لقى صوتور فيهوي فيها إنه صاء وشل وني وهو بني 70 عاما تضباطا صنع يعني عامك مارك اللي ماها كان هدى عنهم كشي كين اسكو أردي من صدحة بقول لي إنك شلنا نمنا وإن يوم عند ربك إيش كألف سنة ما تعدون ولي علماء قارك أدو حيلين ألف سنة داس ك بالير ك كألف سنة كيف كانوا يسكت تشبيه هدام كير محمد هدام كير هذا كعلي هدام ده نسر لإني identicality جود إني أد سوء إجين قصب ما لكن هو وإشبهان ها وإشبهان صم فعن هذا كهذا هذا القلم كقلمك ما كان ده حلقة حاجة قرارك إن أنا كهلا جدك أنا كهلين مركا وأنا حساب إنك وحلا نقول فهم سيني وإلا سنظا مدوى مدوى لأنه بدليل إن ترضى تينا كدو أنت 50,000 سنة بان هينا مر لليها إي 1,000 سنة ولا ليها الحياة مركا بس هلا هذا مركا سوي لا يدرك لها قعرة وحابا كاقدر أو لا يدرك لها قعرة مول كيدا هوس إي قنتيدا هوس سنة مهلي لي لكن ويسكا سعضان صاص ودي من دلومية 70,000 سنة أو من كألف سنة ما تعدون ولنا مثلا مركا قنت أنا جبلينين والله ما كنا نرتوي لا تم لأن ماشى سيدا مول كوا ونجح شال صا وشال وانا تدبعت عنك سنة وسيس عضو ولنا أنا جارن تدبعت عنك كن أو سنة أما تدبعت عنك سنة عندها
ولين أنو قارن وتدواتن كونو صانع حاجة مركة الغروف تقع ودبوحيني سا أفعجبتم وما لي يا بنتهم رسول الله أفعجبتم ولقد ذكر لهم على نوشي أنما بين مصراعين من مصاريع الجنة لبضا بلع انت قد حيساء جندنا لبضا ضربنا مسيرة 40 عاما أفرطا صنع الله صعب قد حيساء تي آخر ولا يأتين عليه يوم مال باكو إيمانيا والحال هو إشغو كضيض لعبر سن من الزحام إيرين دلتي أفرت جيس على سجى إيمانيا يعني سا كذك اللغة العربية ومركي مثلا وتقران كله والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس كذكو ووحشة بمركي العرجول عبريو مركي أفرت جيس هذا دي مسجد كان انتقال له سبوحيو وأركت جلاسس كاس ودن مركي عريامة يعني أرك فوقي وإشكره بيا وإسبدلا يعني صوما مركا وقت ياسع الإعدام ولقد رأيتني هاي صوم مرتون أخي سابع سمعة تضبكي تضبيح أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لجركيس حالان هاي أما رأيتني سابع سبعة من فعلك لبعضه كذي أما ولقد رأيتني وحان إسأركي سابع سبعة إنه هذا رأى بصري كفسرت رأى هذا علم كفسرت إن لبعضه كنت ما ولا عربي ولا رأيتني وحان شو سابع سبعة حالان وحال رأينا سلمنا علمية هل مفعول به قال الناس مع رسول الله لجركيس حالنا ما لنا وصلنا هين طعام الراشين إلا ورق الشجري على أنت جيت كمويانا على ما هاس أمبار راشين نوعها حتى قرحت أجداقنا لا أي كدا وعنتي ما أردت جوز كروجين وكدا وعمي مرك قف كسو باش لو قريدي إلا على أن قف مرك وعنا يكور وحكى لأنه فالتقطت بردة وحاب على مركة هنا سوقاتي مرير فشققتها مركزا كلا جاحي بيني وبين سعد بن مالك باقي بسنة نمقال بوقاتي فاتزرت بنصفها هاف نا أنا كدكتي معويس واتزر سعد بنصفها هاف كلام سعد باكد وقال ير انت سوقاتي سا انت دوك رجاح دوتر وراء دي وكان حرا أنا كان حرانيا فلم ساسا نصامر تبير ورد الدنيا ديت حوتاس فما أصبح اليوم منا ضد كساءها وقاعدتها كسوكرة وحال دو سيداءها وسيداء يعنين على مها قيدك ومركا أفكو دلدلاعي وبوغي الشي ومرضها ساء انت يقف سيداءنا هبل الهاف اللي تجدين هبل الهاف لسيداءها ضد كساءها فما أصبح اليوم منا أحد ما أنت نقامد ماهن قف ومن بارا صابه على مسلم من الأنصار مصار مقالة مقالة كم بوهستا حقا سو دنجري كي حقا سو أمير كي هاي الدين الله قبح وإني أعوذ بالله أنه إله بان كم قليا أن أكون في نفسي عظيما قف أني نفس الدين أي مارت إسلوي وأني أكتي ذا وحويني أدي إسلام نقتي وعند الله صغيرا إله أكتينا أكتن نقتي مارت الليت أعوذ بالله إله بان كم قليا أن أكون في نفسي عظيما إن أني إسلوي ناضؤه وعند الله وأن أكون عند الله إله أكتسنا أن كان نغل صغيرا وحاصي ليتاء ومضى يرأ حاهم وحاميهما إله سبحانه وتعالى أكتس حجم كل هذا أكوين تعالى لكن هذه هنا استشد إنسان بيحشد وإسلويناتد وإسلو أليه وحلنا إسلام نقتد كان معنا ما صنغير رواه مسلم مركوب الربعين وتمهور الدنيا والساس وأنا لقيت جدونا بيه وهنا كهالي مرحلة دي هرى إشتغل لينك سمعين مرحلة دا مركة إيكو الجيران فهذا يري مثلا محانا صامر وقتي أنه تهريب ومعلن كبل عن أين اللهين وبلها سائسة قد حقوشين وعن مالني مدوحان عنان وين لبهم الله ما مضبان سعني حتى بيهم كبانا وين ما عندنا واقع المالها اللي يمدوني باسكور كيسو وطاي وقليا للي ورهراء للي بيزنسيا للي هذا يبيو كله مرحلة مقارنة ولا سمعين كلا حالة ده سنصوب مرتبيو لكن يوحي إليها وحكما قليا أنا أكون في نفسي عظيما إن إسلوين هذا وعند الله صغير إليها يكتب حبا أنا كان نقون وحيار أنا كان نقون روح مسلم قوله آذنت وهو بمد الألف ألف توال دائرة لأنه حلقة احتراز يهدي أذنت لده وإذن توي إذن مبحث آذنا يعلم توي سأزو أمنا آذن وإن يركض بسوء قلدون بصر من بضم الصاد ولقد صوء أي بانقطاعها وفنائها الدنيا قلتان كذا لما شديد
وقوله ولت حذاء بحاء مهملة مفتوحة حاء اللي بعملها وأنا لقرد لي ثم ذال معجم مشددة كذب ذال باحقة وهل دبيع له للشدي ثم ألف ممدودة كذب من ألف باكد بيسة أي حذاء محل قوة أي سريعة بدي يود دك دقيس والصبابة بضم الصاد المهملة صاد عن دبيع لها صاد وهي البقية اليسير وهي راب كير وقوله يتصابها وهو بتشديد الباء قبل الهاء بعض يتصاب يتصاب بعض الشيء ليس هذا انت من قارن كهر اي يجمعها كورنيو والكظيظ اي الكثير وحبضنا الممتلئ بها وقوله قريحت قاء ريحت بفتح القاف قاء اي وكسرها قي لوضع به كتاب إن هذه كرتا قرحت إيو محن كوضا قريحت وقافت أذكر لك إيراء ديو قريحت ولكن مرك أصل أهم مرك مصدرك قرح يقرح بكي ماذا وأتن الوضع كلا الأقية قرح فقد أصاب القوم قرح فقد أصاب القوم قرح مثل الوضع الأقية أي صارت فيها قروح وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال وحيد أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها عائشة وحيد وصو صارت كساء مرء وإزارا قع غليظا وعذك قالت وحيد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه نبي مركو نبحي ولا قبضين لبضن بوحرنا لبضن بوحرنا إزار كون هصب الله يحرتا كساء ونكرك على صارتا متفق عليه وعن أبي سعيد أو سعد بن أبي سعيد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال وحيل إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله وحانه عربيك يهر فلار طور في سبيل الله يعني يهر جهال لقدر طور وانا ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حد عجت النبي قال لدولنه ما لنا طعام حال أو أين هيسن أو نوح راشد إلا ورق الحبلة بحش الله مك عام ويانا هو تمام ويو نوع ما شنو جدينه نسكده عنه يعني وجد كبحة دور كاسو كبحة هو ما أردت اللي بكي سله وهذا السمر سمر وجد جبيت واسو ما في سله وبيل كاسن عن الجن ساسا عم تكل جدينه نسكده عنه الجن حمها يسن درت عسان كنو لانجن عليكم السلام حتى إن كان أحدنا واحد يجي تمت كان لا يضع كما تضع الشاة ما له خل لا يضع إنه يعني مركه ورب إنه حديد سجوته أما قف مركه صحران يأكله حد مودا إنه فولر يسدي يريد أفولر تأكله ما له خل لاشين كأذك وح لو قيو أو مرق لو يرد جلمين هيسن يعني هر كاسين رجالي دست إنه ما دوبتي قفك مركي أما ألرجيك فيها عنو أما وحون عن كنسبيشن هذا وحا كان على الله ذيك محا كان رايشن هذا قفك مركو عنو بضنا مرطبات كأنو عنين بضنا على شوي فريسانيسا مركا يعني حنون بقفك الدريم يا بي حتى مركو حديث القدنية ما إلا راجين كو عني نو وقضا جسد ماها مسيفي عن ما عرقتي لو ديف شيدي ماها مهضوم ماها لما ديف شيدين سيد الربي مركا سادر الحيد ما هي إيمالي وراشينكو مري لها إيمالي نال أسوء دنبا ويكو أذكت سادر قفو مركو حمامك أوتكو حنون بو دريمي ساسا نسوي مري بيستيبو دادك وادادك ما أنت إسلامك حري أو آن هوس فقدنو محو أها عالم كيس بنديري سان هوس أرسان نجيدي سوس أرسان نجيدي هان ألوسو ورابي ليك ألوسو ورابي على ما هم بحي أو كلمات الله المداد وأن ما أنت هوس فقدنو حان أركينو رجبع كسو الشقي بجهودهم أنا واحد من التيبة ميوعة إن اللقطة وضل مرمرنا إيو ميوعة ومحرمات الحرمات المسلمين عندها إيو مقدساتها إنه أركين وتلو وطمانه من مالون ديباحين إيشاء ما دارين ويكوجي لما لما كان يسكب الله حالا يابا تيني إنا كافك لك وحوين إنا كافك وحا معنا لهين بعقب صاني وحالا يابا إن فوسك إيو يعني قبنا سكة لأنه وإسكو دردرنه halka markii indhahay ay qabtaan malaayiin ka samal loo leeyaan wax tareen ee dib oo akhbaartina ka sheekeyo nuuba aan ka dhiga macluumaad la ururiyo
markii golaha la isugu yimaado ninka ugu sheekada badan saan u noqdo kale xogir baan soo wasay ninkii limaan waxa ku dhacay mooyta nimankii saan ahaa nimankii maanta xagga lagu galay intaas unba sheegay laakiin wax dareen ma laha ka kale isaguna inta isqaad qaaday yiri arrinta waa ka dhiidhiyeena mudaaharaaday dad baan shalay maqlay jazaa allahu khayr ku khudbadayni oo leh xataa ku mudaaharaaday waxa noo fiican buu yiri sigaar intaad ka daba qaadid ee haas ee islaama qaaqaawan ee midni kenaya makaasa ilaahay subxaanahu wataala ugu xoreeya ma hoosasa umad ugu badbaada bal waxaa laga yaabaa macaasidan innaga aan gelayno oo dadkan qaawan ee meesha maraya iyo midkan iska boodbooday midka hees u shidan tahay midka siyaar ka daba qaaday in ilaahay ummaddaas kale ku cadaaba laga yaaba ilaa muslimiin baa sida nahay ilaa dembi anuga aan galay waxaa laga yaaba dembi inaad mid kale usoo jiido muslimiinta ah innaga badna muslimiin baa nahay marka caqliyaadkaas maaha caqliyaadkii ay dadkan ku noolan jireen mentaliti ka duwan mentaliti waa mentaliti fadhida oo ilaahay subxaana wa tacaala uu saa u barakeeyey hanaa la yaaba marka in ilaahay subxaana wa tacaala heerka u gaarsiiyo الحبلة بضم الحاء المهملة وإسكان الباء موحدة وهي والسمر وهي والسمر مركا مركي تاجنتها قبل قبلين ترجع درت حاجة بيولوجية مركي تاجنتها قد جبيت كو حبلة اللب ودرت صلنا نوعان معروفان من شجر البادية هل مال بالجرا هل كاتجري بيكون الجرا والله نوع اللي يقانو جيدها بادية كمح marka min shajar albadiyati hadduu dhaho magac loo meeri annagu markaan ku war waxaan dhihi jirnay waa geed jinni baan dhihi marka magac loo waayo marka magac loo waayo geed jinni marka waa geedahaas meelaha ka baxo bay dadku cuni jiray ilmuhim in lagu sheego waxa uu ka samaysnaa isaga ku sheegay wuxuu ahaa wax marka la cuno caloosha dadku fariisanayso oo heerka marka ay mari jireen waxaan kusoo gabagabeynaa xadiidka kan 11aad أهنا شبق لكو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يقول اللهم يا الله اجعل كيال رزق آل محمد نبي محمد أهل كيس رزق ذو الوحد كيشا قوت قوت محل همك قوت اليوم كي صمانه هي القوت اليوم كي لا رفعني صمانه قوتا وح معناها قاعدين كدجية وكنا نفتك عشت عنده كلمة ده قاعدين عنده نفتك عشت gaajeenay ka tagtay inaad nafciisid waa kala duwanta halyaba gaajo markii ka tagiso maraad saad doonta u dharagtay sidii markii xadiidkii hadda ina soo maray abu hurayra iyo dhaha abu bakar iyo cumar iyo nabiga sallallahu calayhi wasallam xataa shabicna markay leeyihin marka raashinka kan waa markii aan national defensive ku jirnay oo dugsiga sare oon askarta ahayn askari markii waqtigii raashinka la gaaro waxa raashinkan waa maqala ma dhar gaal dhaha u dhigid inaad afka marisaan unbaa lagu talagalay inaad ka dhalitaan lagu talagalay xali bt orod iyo jaaris baa ku sugay moogta marka waa in yaro nafta lagu cishto ayaa quut lagu magacaaba ahlu qaal ahlu lugati wal gariibi lugada dadka linguistically u dhundoloola ee vocabulary-ga iyo kelimaadka gariibka ahna ka shaqeeyay waxay dhahaan ama wa qaal ahlu lugati dadka ahlu lugaa wal gariibi ahlu lugati siharawi rag la midka waxay dhahaan معنى قوتا أي ما يسد رمق وحنفت عليه إلى هنا وبالله التوفيق